وحيد الله نصلي على رسول الله يوم القيامة تروح وياه يوم القيامة تروح وياه في جنة واسعة الأبواب الصديق الصدنية من الحقائق مروية الصديق الصدنية من الحقائق مروية أحكامها كلها شرعية أحكامها كلها شرعية من السؤال هتلاقي جواب بتحكي عن أطماع الناس اللي بياكلوا حقوق الناس ومال الناس طبعا كالناس اقرا وشوف بس الاسباب اسمع حكاية عن قبل زمان كان في راجل اسمه سليمان صالح وزوجته صالحة كمان عاشوا سوا عز الاحباب من صغرهم عايشين سوا لما النصيب جابهم سوا وكان الزواج هو الدواء من صغرهم عايشين سوا لما النصيب جابهم سوا وكان الزواج هو الدواء والفرح تم بكتب كتاب فضلوا مدة سنين وسنين ما أنجبوش أولاد وبنين فضلوا مدة سنين وسنين ما أنجبوش أولاد وبنين لكنهم الاتنين راضين بما حكم رب الأرض وبعد مدة من السنين جالهم ولد على شعور حنين من بعد ما كانوا يئسين وربنا بيسبب الأسباب ولد وكلوا كل فخر وزمان لمال عليهم وصدر وكان بيطلعهم باستمرار وكان شبابه أحلى شباب تبكي هذه القصة سادة يا اللي بتوحمدوا الله عن الظلم الراوي يقول في المجال ده بيقول لك يوم يا ظالم تشوف الظل في الألوان وتقول يا ريت اللي جرى ما جرى الناس اللي بياكلوا اموال اليتامى ظلما وما بيخافوش من قول المولى عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. تحكي هذه القصه عن راجل من الناس الطيبين على نياته اسمه سليمان راجل صالح وزوجته كمان صالحة عاشوا سوا مع بعض لم ينجبوا أولاد محرومين من الخلف وفي يوم من ذات الأيام الشيخ سليمان توجه للمولى وقال له ايه توجه للمولى وقال بيقول يا ربي جد لي بولد واعطيه بقالي يا كما عطت على الكبر يحيى لي زكريا حاجة ليه
بي وبسر آل البيت انظر بعين الرضا يا رب فأليا. استجاب الله دعاء يا سادة اللي بتوحد الله. مرت ايام وثلاثة شهور يا سادة اللي بتوحد الله فربنا رزقه بمولود سماه ايه؟ وعاش الجمال النبي صلى عليه سموه رضا والرضا الشيخ سليمان ربى ابنه الوحيد لما بقى سنه كده حوالي 6 سنوات. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في مجال الاسره؟ الراوي بيقول في المجال ده ايه؟ بيقول لاجل النصيب سليمان صاحب ما هوش من انفاله ونصر غير احواله قال له انا اعاد الاحباب صاحبه كان من امنيته وقال له يا سليمان بابه بذمتي انك شهور يا سادة يا كرام هي والشيخ سليمان دخل عليها راجل جوال متجول في جميع البلاد
قابلته في إحدى البلاد واتفقت معه على أن تعطيه مبلغ من المال، لأن البلد اللي عايشة فيها هذه المرأة لا تتزوج التي تزوجت مرة أخرى. فاتفقت معه أن تعطيه مبلغ من المال إذا بحث لها عن عريس. فهذا الرجل المتجول دخل على الشيخ سليمان وقال له ابنك هيبقى وحيد في القوم. ومراتك ما عادتش بتخلف، فتزوج من واحدة أخرى علشان يبقى له إخوة ويبقى له عزوة وأصحاب. الراجل بيكلمه إلا وابنه جاي من بره، إلا ورضا جاي من بره، عمال بيبكي بدم العين. الشخص سليمان قال له مالك يا رضا يا ابني بتبكي ليه؟ الولد بيبكي وقال لابوه ايه؟ بيقول ماشي مع اولاد الجيران اتلموا وضربوني واتجمعوا صحبة يابا وهانوني. تجول انتهز هذه الفرصة وبص كده للشيخ سليمان وقال له شيخ سليمان هجوزك احلى الصبايا اما النسب اكبر عني لك، هجوزك احلى الصبايا اكبر عيله وتخلفوا صبيان وبنات، وتخلفوا صبيان وبنات، وربنا يكبر الاحباب لاجل المقدر والمكتوب. سمع كلام لكن مرعوب وقلبه حاسس بالملعوب، وشايف يصدى يوم كذاب يا دوب في مده ثلاث ايام دم الفرح وبسرعه قوي انصرف لم يعرفك، وزوجة جت من باب للباب يا دوب في مدة ثلاث ايام دم الفرح وبسرعة اوت، واللي انصرف لم يعرفك، وزوجة جت من باب للباب لاجل النصيب الكريم كان حيفة وتلات صبيان ورا بعضهم كاتب يا زمان، وكل واحد عدل منام. سموا الولد يا سباكرة سليم وسلامة وسلمة، وبعد واحد أصبحوا كام وربنا بيسلم الأسباب. الشيخ سليمان وحد الله سمع كلام الراجل المتجوز واتجوز على مراته. يا جماعة يا اللي بتوحد الله، الراجل اللي بيتاجر في الشر الراوي بيقول له ايه؟ وعش الجمال النبي صلى عليه. بيقول يا بايع الشر ملسوقة صباح فاضي ودايرتي واقع ما بين الناس يا فاضي.
دينهم أنكر الخلق المولى ما هو شراب سماهم سالم والثاني سلامة والثالث سلام لكن أمهم وضعت بذور الكره والحقد والكراهية لأخوهم رضا يا جماعة يا اللي بتوحد الله وأمهم ولاد الأسرار منهم ومن رضا باستمرار والعيلة بقى فيها أحزاب أمهم وضعت بذور الحقد والكراهية بينهم وبين اخوهم رضا يا سادة اللي بتوحد الله يا مفرقين الحبايب ايه قصدكم منهم وليه تزيعوا الفتن وتفرقوا بينهم بقوا أعداء والذنب مش منهم يا رب يا رب الطف بنا من كل واشئ فين ويوم القيامة تخلص ذنبنا منهم تصرفهم كان ما كانش بخاطرهم
كتير بنام العيلة غرام ما شافش راحة مع أولاده وصلنا صار يطلبهم ليه وما كانش الخطر ولا مراده والاختلاف في العيلة خراب وبعد مدة مات في الماء وساب ولاده والعيلة والعيلة منقص ما تسمى واللي يموت من عيلة الشيخ سليمان هم علشان يحصروا التركة يا سادة يا كرام فريضة بص كده لقى مرات ابوه كتبت عقد بيع لكل التركة وشهدت على الشهود وعقد البيع من الشيخ سليمان الى سالم وسلامة وسلام وهمهم طبعا سجلت العقد واصبح عقد البيع سليم 100% رضا بكى بدمع العين وعليه وعاش الجمال النبي صلى عليه بيقول قولولي ايه العمل بخت ملمع اخواتي تعبت وشقت وانا المظلوم مع اخواتي ما شفت واحد يعول همي مع اخواتي قولولي ايه العمل قولولي ايه العمل بخت ملمع اخواتي تعبت وشقت وانا المظلوم مع اخواتي ما شفت واحد يعول همي مع اخواتي احضر دليلي ومش عارف اروح على فين والاقي حقي من بدم ضايع مع اخواتي خير وغنم وجمال
تسكن هناك في بلدنا عند اخوانكم عند ابويا وعند امي. وما طول كلام امهم وباعوا التركة وقبضوا الفلوس من هنا وامهم ماتت من هنا. رضا قعد يفكر وبيعز اخواته لان امهم ماتت يا سادة اللي بتوحدوا الله. بيعز اخواته بيقول لهم ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. لازم كلام
نوح ليها وصية حد الدجال. لازم نروح زي ما قالت بلد أبوها كما قالت، ومهما ما سافرها وصيتها اللي وصيتها لينا قبل وفاتها لازم ننفذها. خدوا المال واشتروا به غنم وجمال وخيول وتوجهوا الى بلد اخوانهم وسابوا رضا. رضا بيبص لاخواته ولكن بيتأثر من الوداع وبيودع اخواته ويقول ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. ماشيين وسايبيني ليه؟ قولوا لي يا اخواتي ده انتوا املي الوحيد في الدنيا وحياتي. ماشيين وسايبيني كلمة حلوة يريحوا وكانت قلوبهم
بين جبل وتلال وكوار، صاروا في طريق واحد وغلط. ما بين جبل وتلال وكوار، ما في الظلام والحر دواء، ما في الظلام والحر دواء. آخر التعب رمال وتراب، آخر التعب رمال وتراب. قالوا البعض بدل ما نموت حتى الخلك يا من حتموت، وده طريق لم حد يفوت، مفيش عليه ذهاب وإياب. منا يروح واحد للحد يركب هجن وعليه يمات، منا يروح واحد للحد يركب هجن وعليه يمات، ويجيب طعم وميه زولاد، ويبقى هذا رأي صواب. قالوا يا سالم يا الله أواب، أما سلامة وسلام يبقوا مدى المال والأنعام، واللي مش عن عذرهم غدوة. مشي سالم وسلامة وسلام، ماشيين في طريق مقطوع يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. ولما الطعام اللي معاهم انتهى ما عادش معاهم طعام، ما عادش معاهم طعام ولا ميه. سالم وسلامة وسلام قعدوا كده بجوار جبل يا سادة يا اللي بتوحدوا الله، ونفذ ما معهم من ماء ومن طعام. سلامة وسلام، سلامة وسلام. نادوا على قوم سالم وقالوا له يا سالم، قال لهم نعم. قالوا له اركب هذا الجمل وخد معاك هذا المال، واوان هات لنا طعام وماء. خد المال علشان يشتري الزاد والماء. سلامة وسلام بينتظر اخوهم يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. ولكن سالم وهو بيشتري المية وبيشتري الطعام، سولت له نفسه ان يضع السم في الماء والزاد. ليه؟ علشان لما يروح لاخواته يقوموا اخواته يشربوا الميه وياكلوا الماء وبه السم، فهيموتوا يصبح المال والثروه كلها لمين؟ لسالم يا ساده اللي بتوحد الله. بينما هو دبر في ذهنه هذه النيه، ولكن اخواته سلام وسلام قالوا البعض احنا نستعد لاخونا عندما يحضر بالماء والزاد قبل ما ينول لنا الميه والزاد، نضربه ضربه راجل واحد ويبقى المال كله لنا. عندما حضر سالم بص لاخواته دوروا الضرب فيه لغايه ما فقد الحياه. وبعدين اتضيروا طبعا، وكانوا من الاكل اللي جابه سالم وشربوا من الميه اللي جابها سالم ما يعرفوش بان هذا الزاد فيه سم يا سادة يا مستمعين. وقف الراوي، وقف الراوي بيتعجب وبيقول ايه؟ بيقول يا اللي حرمت اخوك من مراسي الموته وجالك،
من الدنيا ولا كفى، والدم بقى ميا نهوي خسرت واللي معاه ربنا غلاه.
بالصبر حين نتمنى وربنا دايما ويا واللي معاه ربنا غلب شفت المنام ان اخواته في كارثة هزت جنباته فانقصوا عن خطواته وراح لامه يدق الباب الله. شاف رؤيا في منامه تأمن منامه مرعوب قامت أمه بتخبط على الباب بتقول له مالك يا رضا حصل ايه يا ابني رضا بص لها كده وقال نظر لامه وبالحقيقة هو بينظر الى السماء حيث انها قبلة الدعاء يا جماعة يا اللي بتوحد الله بيقول ايه بيقول يا رب نورك في قلبي في قلبي ما انطفى ولا يوم نور بصيرتي وخلاني ما بهوى النوم ارتضيت اليوم واقف بباب رحمتك ارحمني يا ربي يا غافر الذنب يا سامع دعاء المظلوم Thank you.
مرة تانية واشوف برضو هذه الرؤية اللي شفتيها. هل انت شفت ايه يا رضا يا ابني؟ قال انا شفت يا اما سالم وسلامة وسلام نايمين في صحراء يا ماما والدم بقى طوفان. وانا عمري يما ما شفت في منامي رؤيا كاذبه ابدا. فانا لازم اروح لاخواتي مهما كان الثمن. هل تروح لهم؟ تروح لهم بعد ما حرموك من المراسي يا رضا يا ابني؟ قال لها وماله يما؟ وماله يما انا هروح لهم تاني؟ وبصي لها وقال لها ايه؟ صبري احسن دواء والنفس امارة. الله ويتربى يبكي وليه
رضايا رضاك عني وزايا والآه ودوايا حداك انت. ودخل اخوانه وعارف المولى اعتادي لأمه يا جماعة يا اللي بتوحد الله فرحوا الجميع وغنوا وقالوا ايه Thank you.